بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن التحديثات الجديدة في موقع Genesis Mining. طبعا موقع Genesis Mining موقع مضمون وثقة وأمين وصادق ويدفع للجميع، فننصح بالجميع بأن يقوموا بالاشتراك به عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو. ما حصل من تحديثات هي عبارة عن ارتفاع الحد الأدنى للدفع بالنسبة إلى البيتكوين. كما ترون هنا فقد ارتفع سعر الحد الأدنى للبيتكوين، كان 250,000، أصبح الآن 300,000. وكذلك للإيثيريوم، كان في السابق 5 ملايين والآن أصبح 7,500,000. ها هي فقط التحديثات الجديدة في موقع Genesis Mining. ومن يريد الاطلاع أكثر على الحد الأدنى للسحب لبقية العملات فعليه أن يراجع هنا، فسوف ترى كما ترون هنا البيتكوين 300,000 ساتوشي، وعندك جميع العملات كما ترونها، وهنا عملة الإيثيريوم 7,500,000 ساتوشي، وعندك بقية العملات كلها موجودة هنا كما ترونها أمامكم. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو وتعليق على هذا الفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في الدروس القادمة إن شاء الله.